لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطور راية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في ملتقى الدارين وأكاديمية ملتقى الدارين للتعليم المجاني عن بعد. هذه هي المحاضرة الخامسة في فن التصوير وجماليات الصورة، وحديثنا اليوم إن شاء الله سينتقل بنا إلى الفراغات في الصورة، وسنأخذ أيضا جودة الصورة. عندنا أولا هيدروم. ماذا تعني هيدروم؟ الهيدروم تعني المساحة، تعني المساحة العلوية فوق الرأس، المساحة أو المسافة العلوية فوق الرأس بين الرأس وبين محاذاة الفريم أو الكادر. إذن المسافة الموجودة بين نهاية رأس الشخص والإطار أو الفريم هذه تسمى هيدروم. نلاحظ في الصورة الأولى، نلاحظ هنا في الصورة الأولى أن الرأس ليس له هيدروم. الناظر حين ينظر إلى الصورة إلى هذا الشخص يشعر أنه محبوس في الإطار أو في الكادر، ليس هناك متنفس، فالعنصر هنا مضغوط، فكأنه مسجون داخل الإطار، كأنه حبيس الإطار. لكن حين ننظر للصورة الأخرى نجد أن هناك متنفس في الأعلى، هذا المتنفس يريح النظر، ويشعرنا أيضا أن الكادر أو الموديل أو العنصر الذي أمامي يشعرني أن العنصر الموجود ليس حبيس الإطار، هناك حرية فوق الرأس. إذن هذه المساحة أو هذه المسافة التي تعلو الرأس هذه تسمى هيدروم، وهي مهمة، وهي مهمة للدلالة على أن هناك حرية في حركة الرجل وليس حبيسا للإطار. لاحظوا معي هنا أيضا الصورة، هنا الصورة هنا تم تكبيرها لكن الشعر لم يظهر، أو جزء من الرأس في الجهة العلوية لم يظهر، وهذا في طبيعة التصوير أمر طبيعي، ليس هناك مشكلة. لماذا؟ لأن الشخص الذي ينظر إلى الصورة يستطيع أن يتخيل بقية الرأس، يستطيع أن يتخيل بقية الرأس. إذن اقتطاع الصورة من جهة الناصية أو حافة الشعر للجبهة الأمامية لا مانع منها، لا مانع منها، لأن الشخص حين ينظر إلى الموديل يستطيع بخياله أن يكمل هذا النقص. لاحظوا معي هنا أيضا الصورة، هنا الهيدروم زائد عن حده، الهيدروم زاد عن حده، فهذه المساحة العلوية الكبيرة تشعر الناظر بأن الموديل أو العنصر الأساسي متقزم في الصورة وصغير، فتحدث نوع من المهانة للصورة أو للشخص. الصورة المحمودة، الصورة المحمودة هي هذه الصورة. لاحظوا معي هذه الصورة صورة مثالية فعلا. لماذا مثالية؟ لأن الهيدروم صغير،
المتنفس الذي بين حافة الرأس والحافة العلوية للإطار صغيرة ومناسبة. الأمر الثاني أن العينين وهي مكان البروز ووضوح الصورة جاءت في الخط الأفقي وفي الثلث الأعلى. عندكم في الجوالات أو في الكاميرات خطوط إرشادية، خطوط إرشادية، هذه الخطوط الإرشادية تكون بهذا الشكل، هناك خطان أفقيان وخطان عموديان، بشرط أن يكون الخط الأفقي في مكان العين. أيضا من الأمور التي سنطرحها في هذه المحاضرة المتنفس. المتنفس، متنفس الصورة ليس في الجهة العلوية فقط، بل أيضا قد يأتي المتنفس جهة اليمين أو جهة اليسار أو في الأسفل. لاحظوا معي هذا الشكل الذي أمامي، الشكل والموديل هنا غير محمود، والصورة هنا غير مرغوب فيها. لماذا؟ لأن الناظر لها يشعر بقلق، يشعر بأن الرأس اصطدم بالإطار أو بحائط الإطار، الإطار يشبه الحائط، فلعدم وجود متنفس يشعرني أن هذا الشخص لن يتحرك، لن يشعرني بالحركة، لأنه حبس للموديل أو للشخص، ولأنه أيضا يشعر بالارتطام والاصطدام. إذن ما الصورة الصحيحة؟ هذه هي الصورة الصحيحة. لاحظوا كيف أن المتنفس له دور كبير في معرفة اتجاه الحركة، بأنه سيرتطم أو يصطدم بالكادر أو الحافة التي على اليمين. إذن المتنفس مطلوب للحركة وللرؤية. حين ننتقل لهذا الأسد نجد أن العين موجهة جهة اليمين، جهة يميني، ولذلك تركت فراغا جهة اليمين، لأن العين، عين الأسد، مصوبة جهة اليمين. فالناظر الذي أعني به المشاهد يريد أن يتعرف إلى أين ينظر الأسد، فأترك متنفسا في الجهة التي ينظر إليها الأسد حتى يطمئن الناظر. فالأسد هنا أشعرني بأنه يريد أن يتجه جهة اليمين، فجعلت المتنفس جهة اليمين. الأسد أيضا ينظر جهة اليمين، فأيضا جعلت المتنفس جهة اليمين. إذن المتنفس صحيح في هذا الشكل. أيضا ألاحظ كما هو معلوم لديكم أن عندي هنا ثلاثة أقسام، هذا الثلث الأول، وهنا ثلاثة أقسام، وهذا الثلث الثاني، وعندي هنا أيضا ثلاثة أقسام، وهذا هو الثلث الثالث. إذن عندي ثلاثة أثلاث، عندي ثلاثة أقسام، كل قسم يشكل ثلاثة مربعات، هذا يشكل ثلاثة، وهذا الثلث الثاني يشكل ثلاثة، والثلث الثالث يشكل ثلاث مربعات. يعني يأخذ كم ثلث؟ يأخذ ثلثين، العنصر يأخذ ثلثين، سواء أكان من جهة اليسار أو من جهة اليمين. لاحظوا معي هنا الست المربعات فعلا حلت في مكانها الصحيح، الست المربعات حلت في مكانها الصحيح، وهذا الثلث الواحد الذي يمثل ثلاث مربعات، وهذا الثلث الواحد الذي يمثل ثلاث مربعات هو متنفس الحركة أو الرؤية.
نأتي إلى الصورة الأخرى نجد أن العنصر قد جاء في الثلث الثاني، العنصر جاء في الثلث الثاني، جاء هنا. العنصر الأول أو القسم الأول، القسم الأول هذا القسم وفرناه للمكان الذي من خلاله نتسلق، والثلث الثالث متنفس، متنفس خاص بحركة الرجل، متنفس كبير، فيستطيع الرجل أن يقفز إلى الخلف بأريحية. إذن عندي هنا ثلاثة أقسام، لا يلزم في العنصر الأساسي هنا، لا يلزم في العنصر الأساسي أن يأخذ ستة أقسام، لا يلزم. إذن العنصر صغير، وجود العنصر الصغير والذي هو أساسي في الصورة أضع له حقه بقدر كبره أو صغره، فإن كان صغيرا أخذ من الكادر بحسب ذلك الصور، لكن لما كانت كتلة الجبل كتلة كبيرة فقد أخذت ثلاثة مربعات، يعني أخذت ثلث كامل، والعنصر أخذ جزئية كبيرة من الثلث الثاني، والبقية متنفسات، هذا متنفس، هذا متنفس، هذا متنفس، هذا متنفس، وكل المتنفسات مهمة. فالمتنفس هذا يشعر بأريحية الحركة أو القفز، وهذا يشعر بأن الرجل قد تخطى خطوات إلى الصعود إلى الجبل، فهذا المتنفس مهم للدلالة على حركة الرجل وأنه قد تجاوز التسلق بمراحل. في هذه الصورة التي أمامكم نجد أن المصور استطاع أن يقرب الصورة وأن يأخذ حدود كاملة للحصان، استطاع أن يأخذ حدود الحصان بشكل كامل. إذن العنصر هنا كبير، كبر هذا العنصر جعله يسيطر على كل الأقسام التسعة. إذن يمكن للعنصر أن يسيطر على الثلاثة الأثلاث وعلى التسعة المربعات في حال تكبيره، وفي حال أيضا إظهاره بشكل كامل، وفي حال الإظهار بشكل كامل، وفي حال إظهار العنصر بشكل كامل ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه الجزء المهم في الحصان جاء في الوسط، الجزء المهم في الحصان جاء في الوسط، والأطراف شكلت الثلث الأيمن والثلث الأيسر، وشكلت أيضا الخلفية التي تمثل الجمهور والمباني وغيرها. إذن لا مانع عند تصوير الشيء من أن يكون محتويا على الثلاث الأقسام كاملة، لكن العنصر الأكثر أهمية أجعله في الوسط. هنا العنصر الأكثر أهمية هو من؟ الشخص والوجه، وجه الحصان ووجه الشخص، ولذلك وجب التركيز على هذه المنطقة على وجه الخصوص. هذه المنطقة مهمة جدا، لماذا؟ الناظر حين ينظر ينظر لوجه الحصان وينظر لوجه الشخص. لاحظوا معي هنا أيضا الصورة هنا تمثل ثلثين، وأخذت الثلث، أخذت الثلث الأيمن للصورة، فجاءت
بشكل جميل. الثلث الثالث، الثلث الثالث هذا يسمى متنفس، لكن المتنفس هنا ليس متنفس رؤية وليس متنفس حركة، أسميه متنفس بقية الروابط. متنفس بقية الروابط، ماذا بقي من وجه الرجل والأجزاء العلوية التي احتواها الرأس؟ بقيت أجزاء منها، إذن أنا أظهر بقية الأجزاء في المتنفس. أيضا نلاحظ في الصورة، نلاحظ في الصورة أن العين التي تمثل جزءا مهما، نلاحظ أن العين التي تمثل أهم جزء في الموديل جاءت فعلا في نقطة القوة، نقطة القوة هنا. فمن المهم حين أصور شخصا، خاصة حين أصور وجهه، أن أضع العينين أو العين في محور التلاقي للخطين، الخط الأفقي والخط العمودي. هذا شيء في غاية الأهمية. لاحظوا معي هنا في الصورة، لاحظوا الصورة هذه صورة لعشرات المصلين وهم يؤدون الصلاة، وهم يؤدون الصلاة في حالة سجود. وما دلالة جمالها؟ دلالة جمالها التكرار، هناك إيقاع جميل في التكرار. هذه الإيقاعات جملت الصورة. إذن هنا في عناصر متكررة لكن بشكل مرتب. التكرار هنا غير ممل، لماذا؟ لأسباب، لعل من أبرز هذه الأسباب أن هناك فراغات بين الرأس أو بين الشخص والآخر الذي أمامه. هذه الفراغات تشعر بالراحة لأنها نوع من المتنفسات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تداخل بعض الألوان وتغاير بعض الألوان، هنا فعلا أيضا يشعرنا بأن هناك تجديد وتغيير في الصورة، مع أن الغالب الأعم للصورة هو اللون الأبيض واللون أو لون الأرضية. إذن الترتيب له دور، اللون له دور، التشكيل، تشكيل الشيء أيضا له دور. هذا التصوير الذي أمامي يستحق الشكر والإشادة مرتين. المرة الأولى لأن المصور لا يد له في الترتيب، لكنه وفق في اختيار الوضع، ووفق أيضا في اختيار الزاوية. وفق المصور فعلا في اختيار الزاوية. ركزوا معي في هذه الصورة. الصورة احتوت على أشخاص، هؤلاء الأشخاص رتبوا بطريقة جميلة ومثيرة، وكبيرهم الذي يجلس على الكرسي رتب بطريقة تبرز أنه هو الكبير والمتعالي. فالعنصر الكبير أخذ ثلثي الصورة، لعلنا أن نوضحها. هذا الثلثين من الذي أخذها واستولى عليها؟ الشخص
الذي يمثل الأب هنا أخذ ثلثي الصورة وثلثي المساحة، بينما الأبناء الذين هم أصغر مكانة وأقل شأنا من الأب أخذوا فقط الثلث، على الرغم من كثرتهم، على الرغم من كثرتهم. الأولاد عددهم 5، هذا 1 وهذا 2 والرأس الذي هناك 3 وهذا الرابع وهذا الخامس. الأولاد عددهم 5. طبعا محسوبية الأشخاص من هنا، الأشخاص هنا هذا 1 عفوا وهذا 2 وهذا 3 وهذا 4 وهذا 5. هؤلاء 5 ظهر منهم 3، الخمسة ظهر منهم 3 واختفى 2، والاختفاء هنا غير ضار بل نافع. لماذا؟ لأن إظهار 3 يغني عن إظهار البقية. إذن الصورة التقطت فعلا في الوقت المناسب، وقد أعطى المصور ثلثي الصورة للأب وثلث 1 فقط للأبناء، وحشرهم جميعا في ثلث 1، حشر 5 جميعا في ثلث 1. يعني لاحظوا معي هنا، الولد الصغير هنا لم يؤثر على الثاني، والرابع أثر على الخامس، والثاني أثر على الثالث، لكن تأثير غير مخل. يعني الناظر الذي ينظر لأول وهلة يظن أنهما 3. إذن أن أخفي شيئا بموجب شيء لا مانع منه، فهذه أيضا من جماليات الصورة، أن الأشخاص 5 أظهر فقط منهم 3 ولم يظهر 2 بطريقة احترافية، بطريقة غير مخلة. إذن الأحجام لها دور، حجم الشيء له دور، فالحجم الكبير يدل على أنه عنصر أساسي، والحجم الصغير يدل على أنها عناصر ثانوية في الصورة. نأتي إلى صورة البحر وإلى الإمعان في هذه الصورة. نريد أن نثقف أنفسنا، نريد أن نثقف أنفسنا ثقافة الصورة. نحن للأسف الشديد في الوطن العربي ثقافتنا في الصورة ثقافة ضعيفة جدا أو تكاد تكون معدومة بدون مبالغة. ولذلك الصورة في نظري أصبحت واجبة، أن نعلم الصورة وأن نثقف أبناءنا على الصورة أصبح واجبا، لأن الصورة أصبحت لها السيادة. الإعلام من حولنا كله صورة، التلفزيون، الكمبيوتر، الإنترنت، كل التقنية الآن صورة، التجارة الآن كلها تتحرك بالصورة، كل شيء الآن يحركنا فيه الصورة. الصورة كانت بالأمس حاشية، أما اليوم فهي نص. الصورة الآن تساوي 1000 كلمة. إذن الحاجة إلى الصورة وإلى ثقافة الصورة أمر في غاية الأهمية، لأنه جزء من الدعوة، جزء من الدين. فأنا حتى أدعو الناس، لا أدعو بالكلام فقط، أدعو بالصورة. كتبنا الآن أصبحت رهينة الرفوف. ما السبب؟ الناس انشغلوا بالتلفاز عنها، وانشغلوا بالإنستغرام، وانشغلوا بالإنترنت، والسبب في ذلك بسيط، أن الكتب لا تحتوي على صور، ليست مشجعة، بينما الناس الآن يحملون الأجهزة والكمبيوترات، يحملون الآيباد الذي يغني عن 1000 كتاب،
أقل واجب أمام الكتب كتب اليوم أن نضمنها بالصورة، أن نأتي بكلام ثم صورة، لا داعي لكثرة الكلام، حتى يكون هناك نوع من الإمتاع، نوع من الإقناع. ندرس أبناءنا اليوم بالنص وهذا خطأ، لابد من تعليمهم على الصورة وعلى ثقافة الصورة. في العالم الغربي الآن أكثر معارضهم، أكثر كتبهم كلها تتكلم بالصورة، فنحن نحتاج إلى ثقافة الصورة، بل ثقافة الصورة أصبحت واجبة. في الصورة التي أمامي نلاحظ أن الجسر قد أخذ الثلث الأيمن، الجسر قد أخذ الثلث الأيمن، وبقية الصورة المتنفس أخذ ثلثين. إذن الثلث الأول يحمل جسرا، والثلث الثاني والثالث يحمل متنفسا. السؤال الذي يطرح نفسه، لو أخذت هذا الجسر ووضعته هنا، ثم أخذت البحر ووضعته هنا، هل سيتغير مدلول الصورة؟ إذا وضعت البحر هنا ووضعت الجسر هنا، هل سيتغير مضمون الصورة؟ نعم سيتغير مضمون الصورة. كيف؟ أنا أقول لكم كيف. العين البشرية العربية حين تنظر من اليمين إلى اليسار، النظرة التي ألفناها هي من اليمين إلى اليسار. إذن أنا حين أنظر من اليمين أنا أؤمن النظر وأؤمن الخوف، أنا أمنته من خوف البحر ومن الرهبة، لأنه هذا بحر والبحر خداع، البحر مخيف، تخيلوا. فهنا حين ينظر الناظر يجد الأمان، وحين ينظر في الجهة الأخرى خلاص يكون قد التمس الأمان، فما في خوف. لكن لو كان العكس، لو كان العكس، كيف العكس؟ يعني لو كان هنا الجسر، لو كان هنا الجسر وهنا بحر، الناظر حين يرى البحر يخاف ويكون عنده قلق، وقد يكون له موقف سابق من البحر، فتكون الصورة بالنسبة له ذكريات مخيفة فلا يقبل الصورة ولا يكمل النظر إليها. وإن أشعره الآخر أن هناك في النهاية جسر وأن هناك أمان، يقول لا أنا لا أحب هذه الصور. إذن لماذا ننفر الناس من أول نظرة؟ لماذا لا نجعل الجسر هنا ونؤمن جانب الناظرين حتى ندع هناك مجال للرؤية أكثر؟ إذن تأمين جانب الرؤية ومراعاة حالة الناس النفسية هذا شيء مهم في الصورة. في الصورة هنا نجد أن المصور استخدم ضوابط معينة في التصوير، منها تبطيء الشتر سبيد حتى تكون هناك المداخلة واضحة بهذا الشكل. نحن لا يهمنا ضوابط الكاميرا بقدر ما يهمنا ما الجميل في الصورة. الجميل في الصورة أن هناك تناغم في الشكل، وهذا التناغم بين كل تناغم وتناغم آخر أو صف من التناغم هناك مسافات ومتنفسات. إذن التناغم والإيقاعات الشكلية جميلة. إذن تكرار الشكل هنا
يشبه التكرار الذي أخذناه سلفا في وضعية المصلين حال سجودهم. هذه جمالية. الجمالية الأخرى أن هناك نوع من اتحاد العناصر بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى، فهناك ما يشعر بالتداخل، التداخل اللوني والتداخل الشكلي، إذن تداخل لوني وتداخل شكلي. نلاحظ هنا أن الشكل تغير عن هنا، لكن هنا الناظر هنا يشعر بأن هناك حريق. لاحظوا كيف أن الترتيب جاء على حسب حالة الشيء وعلى حسب أصله. في العادة أن النار قبل أن يكون هناك نار يكون هناك دخان، إذا مدخل الدخان هنا يشعر بأن هناك نار، فحين ينتقل الشخص هنا يكون قد تم تمهيده للشعور بوجود نار من هنا. لكن تخيلوا لو كان العكس، تخيلوا مجرد تخيل لو كان العكس وابتدأت الرؤية بنار، هنا يحدث نفور، يحدث خوف. كما تحدثنا في البحر أن هناك تمهيد بوجود الجسر ثم وجود البحر. ركزوا معي في الصورة هنا، الصورة جميلة، الجميع يستحسنها على الرغم من أن خط الأفق جاء في الوسط. طبعا للمعلومية أن المصورين ينبذون هذا الخط. لماذا ينبذوه؟ التنفير منه لأسباب، من الأسباب أن الصورة في الأعلى تدل على أنها مختصة لوحدها والصورة في الأسفل مختصة لوحدها، فتشعر بأن الصورة غير حقيقية وغير صادقة. إذن وجود الخط الأفقي في المنتصف يشعر أن هناك تحايل في الصورة وأنه تم اقتصاص الصورة، فأصبح الأعلى هو قد ركب مع الأسفل بحياكة معينة وبخياطة معينة. لكن في الانعكاس المائي والانعكاس الزجاجي يستحسن أن يكون خط الأفق في الوسط بالشروط. ما هي هذه الشروط؟ أن يكون الظل كاملا، وأن يكون الانعكاس كاملا بما يتوافق مع حقيقة الجزء الآخر، فيصبح المنعكس يساوي تماما الأصل، والظل يساوي تماما أصله. فالمنارات التي أراها هنا ونهاياتها أراها في الصورة هنا وفي الظل وفي الانعكاس، وأرى أيضا نهاياتها. إذن الصورة جميلة لوجود الانعكاس بشكل موزون وبشكل كامل. هذا فيما يتعلق بتوسط خط الأفق. إذن يجوز أن يتوسط خط الأفق في الانعكاسات. لاحظوا معي خط الأفق هنا، ما الذي يمكن استشعاره من خط الأفق؟ خط الأفق هنا يشعرنا أن الصورة في الأعلى مغايرة تماما
للصورة في الأسفل. إذن الناظر إليها لا يصدق. الناظر إلى الصورة في خط الأفق هنا لا يصدق أن القسم الأعلى يساوي القسم الأسفل، فيتوهم أن الصورة غير حقيقية وأنه قد تم تركيبها عن طريق برامج الفوتوشوب وغيرها من البرامج التي تعالج الصورة. إذن ما الذي يثبت لنا أن الصورة في الأعلى هي نفسها الصورة في الأسفل؟ فهذه هي مشكلة خط الأفق، هذه من مشاكل خط الأفق. خط الأفق أيضا يأتي ليقسم الصورة إلى ثلاثة أقسام: خط يمثله القارب وهذه هي المقدمة، وخط يمثله البحر وهذا هو المتوسط، وهذا هو المتوسط، وخط آخر يمثل الثلث الثالث وهو السماء. إذن تقسيم الصورة شيء مهم، وخط الأفق، خط الأفق هنا يعيننا أيضا في تساوي الأثلاث في الخطوط الإرشادية التي موجودة عندكم، هذه تفيدكم في هذا التقسيم. إذن أجعل العنصر الأساسي في الخط الأول أو في الثلث الأول، أجعله في الثلث الأول، البحر أجعله في الثلث الثاني، السماء أجعلها في الثلث الثالث. ما فائدة التقسيم؟ التنوع، التغير. أيضا من فائدة التقسيم الإشعار بالتسلسل. في ناس يخافوا من البحر، حين أجعل الصورة كلها بحر، لكن حين أجعل الثلث الأول مقدمة للبحر، لاحظوا هنا الشاطئ قريب من الشاطئ، ممكن اعتبار هذا شاطئ ثم بحر ثم سماء، هنا ترتيب موفق. أنا أستطيع هنا أن أخوض غمار البحر لأن الصورة أشعرتني فعلا برغبة الدخول في البحر. فالمقدمة مهمة جدا، المقدمة في الصورة من الأمور المهمة. أيضا من الأشياء التي ينبغي التنبه إليها هو أن الشيء الأكثر جمالا يأخذ ثلثين. هل الأكثر جمالا هنا الأرض أو السماء؟ الأكثر جمالا هو البحر أو الأرض، فأخذ البحر ثلثي الصورة، أخذ ثلثين، والسماء أخذ الثلث واحد فقط. لماذا؟ لأن البحر أجمل. إذن الذي يحدد القسمة الكبرى من الأثلاث هو جمال ذلك الشيء. أعمل مقارنة بين البحر وبين السماء، فإن وجدت أن البحر أجمل من السماء مرتين أضع البحر في الثلثين الأولين، وإن وجدت أن السماء أفضل من البحر وأفضل من الأرض هنا أجعل الثلثين للسماء كما سيأتي. هنا أيضا السماء احتلت ثلثي الصورة، إذن السماء احتلت ثلثي الصورة لأنها أجمل من الأرض مرتين، ولذلك أخذت ثلثي المساحة. نكون بهذا قد انتهينا من درس اليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.